حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ حفل افتتاح مؤتمر تغير المناخ بباريس امس الاثنين كما القى كلمه بعنوان العمل معا لانشاء اليه لمعالجه تغير المناخ تتصف بالتعاون والفوز المشترك والعداله والانصاف عندما وصل الرئيس الصيني شي جين إلى مركزية المعارض لبوجي، كان في استقباله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون. أكد شي جي بيني على ضرورة عمل جميع الأطراف معاً لدفع إنشاء آلية عادلة وفعالة لمواجهة تغير المناخ العالمي وتحقيق مستويات أعلى من التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وأشار في كلمته إلى أن مؤتمر تغير المناخ بباريس سيعزز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم، وقال إن اتفاق باريس يجب أن يركز على العمليات العالمية بشأن التصدي لتغير المناخ بعد عام 2020، ويساعد على تحقيق أهداف الاتفاقية لقيادة التنمية الخضراء. ينبغي على اتفاق باريس أن يركز على تعزيز الأعمال العالمية لمواجهة تغير المناخ بعد عام 2020 وأن يعمل على داخل القوة لدفع تحقيق التنمية المستدامة العالمية ويجب على اتفاق باريس أن يساهم في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وإرشاد التنمية الخضراء ينبغي على اتفاق باريس أن يتابع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة وقواعدها لدفع تنفيذ الاتفاقية على نحو شامل وفعال وتحكم في زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي إضافة إلى إنشاء آلية الحوافز إنه يجب على الاتفاق أن يشجع مختلف دول على تحقيق تنمية الخضراء والمدورة ومنخفض الكربون في العالم وتحقيق الفوز المشترك في تنمية الاقتصادية ومواجهة تغير المناخ قال الرئيس سينه على الدول المتقدمه الوفاء بالتزاماتها لتقديم الدعم المالي للبلدان الناميه ونقل التكنولوجيا الصديقه للمناخ والا تمنعها من القضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشه الشعب أشار شي أيضاً إلى أن اتفاق باريس ليس نهاية المطاف لكنه نقطة انطلاق جديدة فقد ساعدت جهود التصدي لتغير المناخ العالمي على دفع بناء مصير مشترك للبشرية لذا يجب على مؤتمر باريس السماح للدول المختلفة بالبحث عن تدابير مضادة تتطابق مع ظروفها الخاصة. واكد الشي على ان الصين ظلت وتبقى مشاركا نشطا في التصدي لتغير المناخ واصبحت في الوقت الحاضر اول دوله من الدول الكبرى التي تعمل على ترشيد الطاقه واستخدام الطاقه الجديده والمتجدده في العالم وستضع مفهوم التنميه المتمثله في الابتكار والتنسيق والاخضرار والانفتاح والتمتع المشترك لتشكيل توزيع جديد للبناء الحديث المتعلق بتنميه المتناغمة بين الإنسان والطبيعة هذا وأشار القادة الذين حضروا المؤتمر إلى أن تغير المناخ هو التحدي المشترك الذي تواجهه البشرية والذي يتطلب من جميع الأطراف العمل معا لمواجهته مضيفين أن مؤتمر باريس يوفر فرصة هامة للاستجابة العالمية لتغير المناخ وانه على مختلف الدول العمل على زياده الاستثمارات في مجال الطاقه النظيفه والاقتصاد منخفض الكربون وغيرها من المجالات للحد من عمليه تغير المناخ